تمكنت قوات النظام من السيطرة التامة على مدينة معارة النعمان الواقعة جنوب شرقي محافظة إدلب بدعم روسي وإيراني، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بينها وبين الفصائل المسلحة. وخلال 24 ساعة المنقضية تمكنت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي من السيطرة على 15 منطقة سكنية جنوب شرقي إدلب. وكانت معارة النعمان التي تعد أكبر مناطق إدلب تخضع لسيطرة المعارضة السورية منذ أكتوبر عام 2012، واضطر نحو 300 ألف مدني كانوا يعيشون في المدينة إلى مغادرتها. من ريف إدلب معنا عبر الهاتف مراسلنا إبراهيم التريسي. إبراهيم، ماذا بعد سيطرة قوات النظام السوري على مدينة معرة النعمان؟ هل من جديد في الأوضاع الميدانية؟ نعم، بعد سيطرة قوات النظام السوري على مدينة معرة النعمان، الآن قوات النظام السوري تحاول التقدم إلى قرية كفر روما وكفرنبل وحنتوتين، يعني غطاء ناري كثيف جدا تقوم به القوات الروسية، قصف مدفعي وصاروخي، يعني تتبع القوات الروسية والقوات السورية سياسة الأرض المحروقة، تدمير، حتى يعني في الساعات الأخيرة يتم استهداف سيارات النازحين وسيارات إخلاء الدفاع المدني، حالة مأساة جدا في أرياف إدلب. الطريق نحو معبر باب الهوى مكتظ بشكل كبير جدا بالنازحين، يعني عشرات الآلاف من الناس تتجه إلى الحدود السورية التركية دون وجود مأوى واضح لهؤلاء الناس، لا توجد المخيمات مكتظة بشكل كبير جدا، لا توجد أماكن لإيواء العدد الكبير من الناس. الجدير بالذكر أن المدن الأساسية في محافظة إدلب، مدن سراقب، أريحة، معرة النعمان، كل هذه المدن الآن تنزح إلى الحدود السورية التركية، حتى يعني مدينة كمدينة أريحة القصف اقترب منها عدة غارات جوية نفذها الطيران الحربي السوري والروسي على المدينة، أدى إلى يعني نزوح عدد كبير من سكان المدينة الآن يعني تعتبر شبه فارغة أيضا، مدينة سراقب شبه فارغة أيضا. هذا الأمر يعني أدى إلى مأساة إنسانية كبيرة جدا جدا. قوات النظام السوري والقوات الروسية ما زالت تتقدم على الأرض على حساب قوات المعارضة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة جدا. مراسلنا إبراهيم التريسي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من ريف إدلب.